وينضم إلينا من القدس المحتلة دكتور علي الأعور أستاذ حل النزاعات الإقليمية والدولية. دكتور علي، نبدأ بهذا التقرير الذي عرضه قبل قليل رائد الشريف عن حملة الاعتقالات التي طالت الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وبطبيعة الحال تزامن معها حملات مداهمات ودك منازل واعتداءات على المواطنين في الضفة الغربية. يعني كيف يمكن توثيق هذه الجرائم الإسرائيلية والمحاسبة عليها في يوم من الأيام؟ نعم، بعد التحية لك أخي الكريم والسادة المشاهدين من القدس المحتلة. أولا أنا بتقديري قبل أن نبدأ بحملة الاعتقالات والمداهمات اليومية والليلية لمعظم شباب الضفة الغربية وأيضا أعداد الشهداء، وصل أعداد المعتقلين أولا 10,000 معتقل منذ 7 أكتوبر، أما عدد الشهداء فوصل إلى 600 شهيد منذ 7 أكتوبر إلى اليوم. ولكن دعني أيضا أذكر بكيفية استشهاد هؤلاء الشباب وآلية استشهادهم وآلية قتلهم من خلال الاقتحامات لمخيم نور شمس وطول كرم ومخيم بلاطة ومخيم جنين. تم الآن استخدام أسلوب جديد وهو المسيرات والصواريخ الموجهة، بمعنى أن إسرائيل أخذت قرار بقتل الفلسطينيين عن طريق هذه الأسلحة الفتاكة والتي تستخدمها في قطاع غزة، على اعتبار أنها تريد أن تقدم من الضفة الغربية نموذج مصغر عن قطاع غزة. ولكن أمام كل التوثيق لكل هذه الحالات وهذه الأعداد، أنا بتقديري أن كل هذه العمليات هي انتهاك للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لاتفاقيات جنيف الرابعة، وأيضا انتهاك لآخر ربما فتوى قانونية صدرت عن محكمة العدل الدولية التي تؤكد بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي إقليم محتل من قبل دولة الاحتلال، وبالتالي إسرائيل تمارس سياسة تعزيز الاستيطان، الحواجز العسكرية، أكثر من 700 حاجز عسكري تقطع أوصال الضفة الغربية، أكثر من 10,000 معتقل وأكثر من 600 شهيد منذ 7 أكتوبر. كل هذه الأرقام أنا بتقديري يتم توثيقها وإرسالها إلى مفوض حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي بدوره يرسلها إلى غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. أنا بتقديري كل هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل هي تمثل جرائم حرب وفقا للقانون الدولي. بالتأكيد سيأتي اليوم الذي تحاسب به إسرائيل على كل هذه الجرائم التي تقوم بها. نعم، إذا انتقلنا إلى الأوضاع على الجبهة الشمالية مع الحديث عن أن المجلس الوزاري المصغر يبحث الرد ويحدد الهدف الذي ينوي الجيش الإسرائيلي مهاجمته ردا على هجوم مجدل شمس. كيف تنظر أو تتوقع ما سيكون عليه الرد الإسرائيلي؟ يعني أولا ربما بخبر عاجل من صحيفة إذاعات أحرنوت، ومصادر إسرائيلية تقول بأن إسرائيل قد قصفت قريتين في الجنوب اللبناني وهي عثرون ومركافة التي تقع في الجنوب اللبناني على الحدود الشمالية. وربما بدأ الرد الإسرائيلي، أنا بتقديري الرد محدود وسيبقى محدود. نعم، بعد جلسة للكبيرة الأمني والسياسي استمرت 3 ساعات ونصف، تم تفويض رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت في تحديد الهدف وتحديد طبيعة الهدف وأيضا عملية الطريقة المناسبة من أجل هذا الهدف أو ذاك. ولكن بتقدير إسرائيل حتى هذه اللحظة لن تذهب إلى رد قوي وعنيف، لن تذهب إلى ما يؤدي إلى حرب شاملة، لأن ربما الحسابات الأمنية والاستراتيجية تحسب بالمليمتر على كل طريقة. الخوف موجود، الخوف من ردة الفعل أيضا من حزب الله، وإسرائيل الآن هي ليست جاهزة لحرب مواجهة مفتوحة، لأنهم يعتقدون بأن أي عملية رد أي عملية هجوم على لبنان وإن وصلت إلى بيروت أو الضاحية الجنوبية من بيروت سيكون لها رد فعل عنيف وقاسي في حيفا وتل أبيب، وهذا ما لا تريده إسرائيل. اليوم المؤسسة الأمنية تحذر نتنياهو بعدم الانجرار إلى حرب شاملة، لأن تداعيات هذه الحرب الشاملة
سوف تشمل الشرق الأوسط برمته. يعني مع التصريحات الصادرة عن الطرفين يبدو للمراقب أن كليهما لا يرغب في حرب مفتوحة، وهو ما يطرح التساؤل حول المدى الذي يمكن أن تصل إليه إسرائيل في رد فعلها، وفي المقابل ما سيقوم به حزب الله في الرد على رد الفعل. أولا دعنا نقدم قراءة موضعية للحادث الذي حصل في مجدل شمس، وكلنا نتألم لمقتل هؤلاء الأطفال كما نتألم لمقتل أطفال غزة ونتألم لمقتل كل أطفال العالم. أنا بتقديري الحادث هو ما زال قيد التحقيق، هناك رغم أن الإعلام الإسرائيلي حمل المسؤولية الكاملة لحزب الله وحزب الله نفى، ولكن هناك صواريخ وهناك صواريخ اعتراضية وما إلى ذلك، ولكن المهم أن إسرائيل وحزب الله ربما ما زال يحافظان على قواعد الاشتباك الموجودة بينهم. والنقطة الأهم التي أود الإشارة إليها إلى المشاهدين الكرام أيضا أن طبيعة الرد لها علاقة كبيرة جدا بالحادث وما يتعلق بالحادث، لا أريد أن أدخل في التفاصيل أكثر، ولكن مرة أخرى طبيعة الرد لن تكون رد قوي وعنيف لاعتبارات كثيرة جدا تتعلق بالحادث ومكان الحادث وكل ما يتعلق بمجدل شمس. على أي حال حتى هذه اللحظة الرد الإسرائيلي سيبقى محدود، رد عادي، وأيضا حزب الله سيكون رده أيضا مثلما كان في السابق، ربما إطلاق صواريخ أو مسيرات. مهما يكون من أمر ما زالت إسرائيل وحزب الله، لا قرار إسرائيلي بحرب شاملة مع حزب الله ولا قرار إسرائيلي بحرب شاملة مع إسرائيل، وبالتالي أنا بتقدير الجميع يخشى من الفعل وردة الفعل التي قد تقود إلى حرب المدن الطاحنة والتي يتجنبها الطرفان ولا يريدها أي من إسرائيل وحزب الله. نعم، إذا انتقلنا إلى جبهة غزة والحديث عن مباحثات روما والمقترح المعدل من قبل إسرائيل، كيف تنظر إلى التعديلات التي قدمتها إسرائيل وإلى إمكانية قبول حركة حماس بها؟ أولا الخطوط العريضة التي ربما قدمها مقترح بايدن الذي هو بالأساس مقترح نتنياهو والكل يعلم ذلك، جاء اليوم يوم أمس رئيس الموساد ديفيد برنيا وقدم مقترح محدث من قبل إسرائيل بشروط جديدة. أنا بتقديري هذه الشروط تتعلق بالفيتو الإسرائيلي على أسماء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين سوف يتم الإفراج عنهم. والنقطة الثانية الأهم في المرحلة الأولى ستبقى هناك سيطرة أمنية إسرائيلية على محور فيلادلفيا ومحور نتساريم، وعملياً سيكون هناك آلية من أجل التدقيق في الشباب الذين يعودون إلى شمال غزة مع عائلاتهم وأسرهم، وكأن نتنياهو يريد أن يضع حاجز عسكري بتفتيش وتدقيق كل من يمر إلى شمال غزة. بالتأكيد هذه الخطوط العريضة مرفوضة من قبل حركة حماس ولم تقبل بها. أنا بتقديري نتنياهو يعتقد بأنه قد حقق نصرا في التصفيق الحاد له والوقوف أكثر من 100 مرة مجازا في التعبير من قبل الكونغرس الأمريكي، يعتقد أن هذا هو الإنجاز والانتصار الذي كان يتحدث عنه دائما. أنا بتقديري على نتنياهو وعبر قناتكم الموقرة عبر قناة الغد الموقرة على نتنياهو أن يستوعب الدرس جيدا من حادثة مقتل الأطفال في مجدل شمس، وعليه أن يفكر إذا ما استمرت الحرب وإذا ما استمر قتل أطفال غزة، أنا بتقديري أيضا ستكون هناك حوادث أخرى في الكثير من المناطق التي لا نريدها لا نحن ولا نتنياهو. وبالتالي أنا بتقديري مرة أخرى ربما رسالة إلى نتنياهو عليه أن يستفيد من حادثة مجدل شمس للتوجه إلى صفقة تبادل أسرى وهدنة على الأقل 40 يوم من أجل عدم حدوث ما حدث في مجدل شمس ربما في أماكن أخرى لا أريد أن أصرح عنها أكثر من ذلك. أشرت إلى زيارة نتنياهو إلى واشنطن والتي انتهت أمس الأحد، كيف تقيم هذه الزيارة وإلى أي مدى عاد نتنياهو منها أقوى أو أضعف؟ أولا على مدى 10 أشهر الإبادة الجماعية جينوسايد
والمذابح والمجازر التي ارتكبها نتنياهو بحق أهلنا في قطاع غزة، 40,000 شهيد و90,000 جريح، تدمير غزة بالكامل وتدمير البنى التحتية وتدمير مقومات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، ذهب إلى واشنطن وحصل على شهادة تقدير من المشرعين في الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بمعنى أن نتنياهو حصل على شرعية كاملة لكل ما قام به من إبادة جماعية ومذابح ومجازر بحق أهلنا في قطاع غزة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عاد مرة أخرى وحصل على تصفيق حاد من المشرعين بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وتجاهل كل ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية. هذه نقطة. والنقطة الثانية، عاد مرة أخرى لكي يتحدث عن التوراة والتلمود وعلاقتها بالاستيطان وما إلى ذلك، ولكن أنا بتقديري أن الأمور والحقائق هي بعيدة كل البعد عن الرواية التي سردها نتنياهو، مع العلم أن الكثير من أعضاء الكونغرس ممن صفقوا وهتفوا ووقفوا لنتنياهو هم يعلمون بأن نتنياهو يكذب سياسيا، وأن الأقوال لا تشابه الأفعال التي قام بها نتنياهو. مرة أخرى، ما زالت أيضا مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مهددة، ولكن دعنا نعود إلى القاهرة والدوحة، دعنا نعود أيضا إلى رد فعل نتنياهو. حتى أطفال غزة، 250 طفل كان من الممكن اليوم أن يكونوا في الإمارات من أجل العلاج بتوجيهات من سمو أمير الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم العلاج لهؤلاء الأطفال مع المرافقين. نتنياهو يمنع مغادرة وسفر هؤلاء الأطفال. تخيلوا إلى أين وصل نتنياهو، إلى أي مستوى من الأخلاق والقيم الإنسانية التي يمنع فيها سفر أطفال غزة لتلقي العلاج في الإمارات المتحدة من توجيهات ومكرمة من الشعب الإماراتي. إذن نحن أمام إنسان يحمل عقلية وفلسفة بن غوريون التي تقوم على القتل والتدمير، ووصل الحد إلى منع أطفال غزة للعلاج من أجل العلاج، وبالتالي نحن ربما أمام صورة سوداوية. أنا بتقديري أشك في أن المفاوضات التي أعادها نتنياهو إلى المربع الأول، أشك أن يكون هناك تقدم في هذه المفاوضات، ولكن أيضا على نتنياهو أن يتذكر جيدا كلما أطال أمد الحرب فإن الحرب قادمة، وربما تشمل بيروت وتل أبيب وحيفا وغزة والشرق الأوسط بأكمله. شكرا جزيلا لك دكتور علي الأعور، أستاذ حل النزاعات الإقليمية والدولية، كنت معنا من القدس المحتلة.